السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معكم أيضا قناة الطبخ والبيت مع أم لينا. كنتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو ديالي على خير وبخير. فبالنسبة للفيديو اليوم غادي يكون عبارة على مشتريات خديتها من على الإكسبريس دي سيت شينوا. غادي تلقاو الرابط ديال الطريقة ديال الشراء وكل شيء غادي تلقاو إن شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبة لهذا الفيديو ليس بتعاون إنما اشتريت هاد الحوايج هادو من مالي الخاص ليس بتعاون، فقط كنبغي ندير هاد الفيديوهات بحال هكا باش الناس كتستافد وتاخد اراء ديال الناس الا بغات تشري شي حاجه. فغادي يكون ان شاء الله رايي الصريح. المهم لحد الساعه كلشي عجبني، مره اخرى الا ما عجبتني شي حاجه بطبيعه الحال غادي نقولها لكم بكل صراحه لانني ما عندي حتى شي ناقه في الجمل في هذا الشيء. فلهذا خليكم مع الفيديو حتى الاخر باش تكتشفوا اشنا هما هاد المشتريات. فاول حاجه توصلت بها هي دوك الغشيان ديال الكراسه. صراحه زوينين، صدقوا زوينين، و يعني خديتهم في هاد الالوان هادو، لا في الثمن لا في لا كاليتي ديالهم زوينه. طبيعه الحال راه كيرسلوا لكم معاهم واحد ان بيت كادو صغيور غير بوغ لو جيست صافي. بالنسبه لهاد الغشيان هادو جربتهم عجبوني، حلا في كاليتي وصراحه صبنتهم وعاود يعني مزيانين. وهما يا الاستيك كيف كتشوفوا الثوب ديالهم الاستيك، وكياخذوا لا فورم ديال اي كرسي عندكم. اي كرسي عندكم راه كياخذوا لا فورم ديال، واي استفسار ولا اي حاجه بغيتوا تسولوا عليها فخليوها لي غير في كومونتير راه غادي نجاوبها لكم سور بلاص. كيف كتشوفوا انا غادي نغلفها معكم نيت دابا، راه كيحافظوا على الكراسي اللي عندكم، ويعني فقط كتحيدوهم وتصبنوهم وتعاودوا ترجعوهم كيبقاو مزيانين. وصلت حتى هاد هادي، انا جو بونس غادي تكون مشيطه لانني كومونديتها. غادي نحلها معكم. كيف قلت لكم مشيطه زوينه الصراحه، واخا ما كنتش كنتظرها تكون هكا صغيوره ولكن زوينه. خديتها لبنتي زوينه، وحتى في هاد لي كولور هادو اللي اختاريت زوينين. بالنسبه للكليه الثانيه او الثالثه اللي جاتني هي هذه. غادي نشوفوا، هي عباره على ساك كنت كومونديتو. كيف كتشوفوا راني حليتو ما نتسناش كيجي في هاد البوشيطه هكا، وعاد كيجي في بلاستيكا، وعاد كيجي في هاد الساشي هكا باش زعما كيجي محافظ. وانا اختاريت صراحه هاد السويك هذا اللي غادي نكتشفوا مع بعضياتنا. المهم غادي نحلوه كيف كتشوفوا في ليديدات فيهم هذيك بلاستيكه باش كتحافظ عليهم، والداخل فيه سويك وفيه السميطه ديال الساك هذا، وفيه كذلك واحد النون صغير. غادي نعلقوا ان شاء الله هنا. المهم غادي نشوفو، وهذا هو الساك ديالنا كيف كتشوفو. فيه الجيوبة من الداخل، فيه هنا وفيه واحد هنا، وفيه كذلك زوج هنا بالسنسلة، فيه واحد هنا
وواحد هنايا صراحه زوين وكبير، وفي واحد كذلك من الجنب. بالنسبه لهذا الساك هذا فيه حتى هذا باش ما يتشردش لينا هكا من تحت. عجبني الصراحه، وحتى لا كولور عجبتني فنه، اللون ديال هذاك البوردو زوين، هذاك البوردو ماشي احمر لان في الكاميرا كيبان احمر، ولكن هو اللون ديالو بوردو. وكذلك قلت لكم فيه السميطه، فيه السميطه ديالو ومعاه نونوس، وكذلك معاه هذا السويك هذا. هاد السويك فيه واحد البوشيطه صغيوره، هاد البوشيطه كديري فيها لي كارت، لي كارت مونيتيك اللي عندك اولا لي كارت ناسيونال، اي كارت عندك. زوينه الصراحه، زوينه هاد البوشيطه عجبتني بزاف، وكتسد هكا. فيه كذلك واحد السويك اخر، هو كان فيه مجموع اربعه ديال هكا ديال لي بيس، وثمن صراحة جد 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 رخيص بزاف. وبالنسبة للبوشيطة الأخرى عندها هاد السمي، عندها هاد ليديدة هكا سميطة، وكيتحل بهاد الطريقة، وفيه سنيسلة. هانتوما البنات شوفوا، يعني تقدري ديري فيه هاد البوشيطة، كيبقى داكشي مجموع ديالك، وممكن تستعمليها غير بوحدها، غير بوحدها تقدري تستعمليها. بالنسبه للساك الاخر معاه سنيسله ديالو، عجبتني صراحه بزاف. المهم غادي نصوبو ونقادو ونرجع ليكم. والسويك كيجي على هذا الشكل هكا، صراحة زوين عجبني. يمكن لك هاد النونوس هكا ديري هنا اولا هنايا في السنيسلة، عجبني. وحتى السميطة ديالو كبيرة، زوين صراحة. وبالنسبة لهذا انا ركبتها زوين، هذا اللي بغيتي ديري شي حاجة هكا خفيفة تقدري دي غير هذا وتخشي فيه. هذا راه تيتخشى هنايا، يعني ماشي مشكله هذا ديري فيه اي حاجه وتبقاي تخشيه في يعني في اي ساك بغيتي. عجبني الساك صراحه زوين بزاف، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم المشتريات ديالي، ونبقى دائما ندير لكم نحط لكم هكا المشتريات اللي كناخذ من الانترنت باش حتى نتوما تستافدوا. وكذلك راه كل مره غادي ندير لكم ثلاثه او اربعه ديال لي برودوي البرودويت اللي كنشري، باش ما نكثرش اولا باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي هذا ما كان بغيت نقول لكم، بغيت نقول صافي هذا ما كان. بالنسبه لاخر حاجه وصلتني هي هذه الماسكارا، هذه عجبتني صراحه بزاف بزاف بزاف، لانها فعلا كتطول الرموش، يعني الا درتيها كتلاحظي داك الفرق ديال الرموش في عينيك، كتزيد الكثافه ديالهم، ونعطيهم داك الكريمه ديالهم دغيا كتنشف، يعني ما كتبقاش هكا كتلصق ولا. بالعكس عجبتني بزاف، يعني انا كنعطيكم دابا الراي ديالي بكل صراحه، يعني عجبتني الحاجه، عجبتني ما عجبتنيش راه نقول لكم بطبيعه الحال انها ما عجبتنيش. صافي دابا هادو هما المشتريات ديالي اللي شاركتهم معكم اليوم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي. وطبيعه الحال الى بغيتوا بحال هاد المزيد من هاد الفيديوهات فخليوا لي دي كومونتير ودي لايك 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 بزاف، باش نبقى نحط لكم بحال هاد الفيديوهات، فيهم تنوع نوع شويه في القناه، وكذلك نستافدوا من بعضياتنا، لان بحال هاد الفيديوهات انا تعجبوني، لانني حتى انا ملي كنبغي ناخذ شي حاجه
ملي كنبغي ناخد شي حاجه فكنقلب عليها في اليوتيوب، كنشوف الاراء ديال الناس اللي خداوها في الحقيقه، وهكذا كيكون انتهى الفيديو ديالي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنساوش كيف لكم اللي باقي ما اشتركش في القناه يدخل دابا يشارك فيها، وما تنساوش داك الجرس الصغير اللي حداه تفعلوه باش يوصلكم دائما الجديد ديال القناه. وبالنسبه للناس اللي مشتركين عندي في القناه وما كيوصلوهمش الاشعارات ديال الفيديوهات، انساوش يضغطوا على الجرس. يلا الى اللقاء.